حضرتك مبسوط؟ لا طبعا. ليه مش مبسوط؟ مفيش اي حاجه في البلد تبسط الواحد. يعني ايه اللي مضايقك تحديدا؟ كل حاجه في البلد، مواصلات، فلوس، مدارس، اسلوب الناس، كل حاجه اتغيرت. مفيش اي حاجه تفرح ولا اي حاجه تبسط. مفيش اي حاجه في البلد تنفع خالص 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 خالص، ولا البلد دي نافعه بتعريفها اساسا خالص. مفيش اي بادره امل حتى انت شايفها؟ ولا اي امل. امل في ايه؟ ايه الامل اللي موجود؟ هات لي انت كده اي حاجه مش موجوده في البلد، ولا اي حاجه في البلد موجوده. طب ولا انت... البلد نافعه بتعريفها اساسا ولا هننفع. طب انت حضرتك خريج ايه؟ انا خريج تجاره عين شمس. انت بكالوريوس تجاره؟ اه. جامعه عين شمس؟ اه. دفعه كام؟ دفعه 92. انت متخرج من سنه 92؟ لا انا دفعه 92، دخلت مواليد 92. انت مواليد 92؟ اه. اه فانت اتخرجت امتى؟ 2013. ومن ساعتها ما اشتغلتش؟ لا اشتغلت. تمام. بس شغال ب 1750 جنيه، يعملوا ايه؟ بركب مواصلات كل يوم حضرتك ب 15 جنيه رايح جاي، يعملوا ايه دول؟ سيبها لي انت كده، اكل بكام واشرب بكام واعيش بكام واخطب بكام واجيب حاجات للبيت بكام؟ كل حاجه في البلد مش نافعه خالص خالص خالص. ولا اي شغلانه اصلا في البلد جايبها همها. مفيش حاجه شغاله غير القوات المسلحه هي اللي بتاخد فلوس بس، الجيش والقوات المسلحه والحكومه. هي فلوس، هما دي الفلوس بس. تمام. ولا قناه سويس نافعه ولا مش قناه سويس نافعه ولا اي حاجه نافعه في البلد اساسا. انت بتقعد على الفيسبوك كتير؟ بقعد كتير قوي. تمام. طب انت مش شايف ان الافكار اللي حضرتك بتقولها دي اللي الولاد او الشباب بيكتبوها على الفيسبوك؟ لا 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 مش فيسبوك، في الشوارع. انت امشي كده اسال اي حد هتلاقيه بيقول لك نفس الكلام. مفيش اي حاجه الواحد، مفيش اي امل ان الواحد البلد دي تبقى كويسه. احنا في الاسوأ مش في الاحسن. طب ايه البلد اللي انت شايفها كويسه؟ بلد، اي بلد بره غير مصر كويسه. اي بلد عربيه واجنبيه، اي بلد كويسه غير بلدي. وش كده؟ وش كده. طب انت ايه البلد اللي نفسك تروح تعيش فيها؟ انا ايطاليا، فرنسا، امريكا. ناس بتحترم بعض، ناس فيها قوانين، مش سواق ميكروباص تيجي تبقى طالع يروح زقك، ما تستناكش وانت نازل. حاجه اوفر خالص خالص خالص. يعني نفسي الرئيس يشوفني وانا بتكلم. عايز تقول له ايه؟ عايز اقول له يا ريس احنا كفرنا، البلد كفرت، الناس كفرت خلاص، الناس مش لاقيه تاكل، الناس عايشه يوم بيوم. طب بص هسالك سؤال صريح واقول والله العظيم هقول الحق. والله العظيم هقول الحق. انت عندك مشكله انك تلاقي تاكل وتشرب؟ اه. ازاي بقى؟ ان البلد دي اساسا ما ينفعش الواحد فيها ياكل ويشرب. احنا عايشين بالعافيه اساسا. الناس عايشه بالعافيه، سيبك من اللبس والمظاهر والنضاره والجل والكلام ده، الناس عايشه بالعافيه. الناس عايشه بالعافيه. احنا هنا في منطقه ماشيه راقيه وبتاع، انزل منطقه عشوائيه وانت تشوف الكلام ده كله. اه. انزل شوف الناس عايشه ازاي. ولا في عماله ولا في مرتبات زي الزفت ومواعيد الشغل زي الزفت، وكل واحد مديرك فوقيك بيتكلمك بطريقه زي الزفت. وبلد الله يعدي الايام دي على خير.